السلام عليكم. كلنا سمعنا عن أعمق بحر في العالم أو أعمق غطسة في العالم. إحنا النهاردة جايبين أعمق حمام سباحة في العالم. حمام السباحة دوت موجود في دبي، عمقه 60 متر، كسر الرقم من الكاس السابق اللي هو كان 45 متر، ده أزيد منه ب15 متر. عمق 60 متر ده أكنك غاطس في عمارة 20 دور. المكان مليان 14 مليون لتر مياه عذبة. المياه دي بتعمل لها تدوير كل 6 ساعات عشان يحافظوا على نظافة المكان ونقاء المياه. زي ما احنا شايفين كده درجة حرارة المياه 30 درجة، المياه بتبقى دافية، مش محتاجة ان انت تلبس بدلة، ممكن تلبس بدلة شورتي او ممكن تلبس مايوه. المكان السيفتي فيه عالي جدا، متأمن جدا، فيه 56 كاميرا تحت المية بتتابع الغطاسين، وفيه وانت نازل بتعمل لك بودي تشيك، غطاسين محترفين موجودين بيتأكدوا على سلامتك وسلامة العدة. لا قدر الله لو حصل حادث غطس، في غرفة ضغط موجودة، الغرفة دي بتشيل 12 فرد، غرفة مطورة جدا. المكان تجربة ممتعة جدا فعلا، أكنك غاطس في مبنى أو في مدينة مهجورة. الميزة هنا اللي أنت مش زي البحر، البحر ممكن يوم بيبقى البحر عالي أو حاجة بيبقوا قافلين البحر فالغطسة بتتكنسل، هنا بتغطس في أي وقت في السنة. المكان جميل زي ما احنا شايفين كده، تجربة بجد ممتعة. وبرضه لو رحت المكان ومش حابب ان انت تغطس، ممكن تقعد في المطعم بتشوف المكان برضه، بتشوف المية وبتشوف الشكل هو تحت المية. فبجد تجربة رائعة.